مؤخرا اكو حفله للفنان حسام الرسام بالبصره، سمعنا انه كنت انت عارف الحفل المفروض تكون واعتذرت، ليش؟ لسببين. اولا صديقنا المنتج حسين الخياط، تحياتنا له. انا رغم هاي شقاوتي ومثل نقول مثلا وانهم يعني ممكن انهم عندي مشاكل هواية تقدر تقول حتى ذا مو بالوسط الفني، لكن الأكبر من عندي والأقدم من عندي أنا أحترمه بشكل. هواي فنانين يعني إذا تسأل يعني هو محترمك؟ أبوس إيده. لا مو محترمني، بس يعني الولد يريد يصعد ما يعرف شلون. ما فهم إيش سوالك يعني مثلا بالتعامل. إحنا حتى ذا صداقة، أنا طبعا كلش أحب أبدأ الصداقة الشغل. لازم واحد يفصل بيناتهم. ما تحب الميانة يعني؟ لا لا، مو بس ما أحب الميانة، يعني يأثر على شغلي على اسمي لو مو صديقي. زين، والسبب الثاني؟ السبب الثاني هو الأهم طبعا، عندي أصدقاء يعني، واني يعني أحترم موضوع أنه الجمهور وكذا. يعني صير خاصة في محافظاتنا الجنوبية صارت أنه المظاهرات وشهداء وكذا، رحمة الله على رواحه. حسيت التوقيت مو مناسب؟ اي توقيت مناسب. هو يلاموني ناس انه مو وقتها. من الممكن المطربين يعني هذا عملهم طبعا شغلهم يعني، لكن انت ممكن تعتذر. فانا اعتذرت انه من هذا الموضوع، من خلال برنامج قناتك اعتذر الناس، جمهور البصره خصوصا، جمهور البصره عامه ومن الناس اللي قايمين على الحفل خاصه، انه انا انسحبت بسبب الاهم، لانه هذا يعني وفاء لدماء هذول الشباب اللي راحوا. يعني رجعت العربون لو لا؟ ما ماخذ عربون انا اصلا. وهذا هم يعني من احد الطرق اللي ما حبيت التعامل بها، انه ميانه ويلا تعالوا هنا. لا ما انا شغلي بروفيشنال. لا شغلي واحد يعني، النهايه يعرفون علي اصدقائي، حتى يقولوا لي مادي مو مادي. ليش؟ لا شغل شغل، اقل اجور فنانين الوطن العربي، حتى يجوز اقل من اليمن. تحياتنا لاهل اليمن الفنان العراقي. صحيح. زين، انت هسه طالب كليه فنون جميله؟ للاسف. صار لك كم سنه؟ والله انا داومت مرحله اولى، نجحت مرحله ثانيه وتركت. شو كنت داومت يعني؟ بال2000 و يعني المهم انا رحت راجعت الكليه. رحت راجعت الكليه طبعا، كل سنه 1,600,000، اكو سنوات 1,750,000، فأكو سنوات عدم رسوب. حتى العدم رسوب لازم أدفع، لأن أنا حاجز مقعد مع الفنون جميلة يعني حكومية مؤهلية، لكن أنا مساعي. فحسبتها 6 سنوات 7 سنوات على 1,600,000 2.25. قلت لهم أخذوني لكم حلالكم فتح. لو تعينوني بالكلية يستغلون خبراتك. يعني همين أدرس أنا وهمين أدرس طلاب وهمين الشعب لا يفقد خبرات يعني. طيب.